قدمت مصممة دار لونفان المغربية الأصل بشرى جرار مجموعتها لخريف شتاء 2017-2018 للملابس الجاهزة، مجموعة ناعمة تخاطب امرأة قوية ونضرة المظهر في آن، فجسد ذلك في قطع حكت من الدونتيل الناعم والكريب والموسيلين والحرير. هذه المرة الأولى التي أحضر فيها عرض أزياء. أحب كثيرا عالم الأزياء. كرة القدم هي فن تماما كما هو عالم الأزياء. 42 تصميما شكلت جميعها عرض مجموعة لونفان للموسم المقبل. بدا بعضها روكن رول أنيقا والبعض الآخر يناسب امرأة عصرية كلاسيكية، إذ رافقت المعاطف السوداء التنانير التي حيكت من الجورجيت والأحذية المخملية في بعض الإطلالات، وبذات السموكينج التي حيكت من الساتان الأبيض نقشت عليها زهور وطيور، ورافقتها أحذية راقصات البالي. أحب كثيرا هذه المصممة وأناقتها في التصميم وكذلك لمستها ونظرتها للأنوثة. أما أكسسوارات المجموعة فتشكلت من حقائب مصنوعة من جلد الأفعى والتماسيح، والجواهر التي سكبت على شكل طيور تارة والريش اللامع تارة أخرى. اختيار قاعة بلدية باريس لعرض أزياء قد يكون جيدا في هذه الفترة التي تتحضر فيها فرنسا لخوض انتخابات رئاسية، فهو عائد مادي لبلدية العاصمة الفرنسية التي قد تحتاجه رئيسة البلدية وحزبها لحملتهما الانتخابية. ليث بزاري، العربية، باريس.